الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام متابعينا ومتابعي القناة. فيديو النهاردة أحبابنا الكرام فيديو مهم لكل أحبابنا المهتمين بالعقارات وبالمنشآت وبالأراضي الزراعية أو بتسجيل صحة توقيع عموما بعد إلغاء قرار دعوى صحة التوقيع. يا ترى إيه العمل وإيه العمل في الأراضي الموروثة وإيه هو الحل؟ تعالوا نتعرف مع بعض. حيث تم إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية وموقف الأراضي والعقارات الموروثة، كل ده هنتعرف عليه من خلال الفيديو اللي معانا. بس في البداية ما ننساش أهم حاجة، نعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش، مشاركة للفيديو، وأخيرا إعجاب بالفيديو. تعالوا نشوف مع بعض إيه هو الحل بعد إلغاء صحة التوقيع وإيه موقف الأراضي وموقف المنشآت، ولو أنا اشتريت شقة وفعل في صحة التوقيع إيه موقف وإزاي هدخل لها مرافق. كل ده هنتكلم عنه بالتفاصيل، فتعالوا مع بعض نروح للقانون ونشوف إيه هي التفاصيل. تم إصدار قرار اليوم اللي هو الثلاثاء الموافق 16 من فبراير لعام 2021 من مصلحة الشهر العقاري طبقا للتعديلات التي تتم في قانون الشهر العقاري الذي سوف يتم تطبيقه الأيام القادمة، أنه تم إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية والعقود التي صدر حكم مسبق بصحة التوقيع لها. يعني تم إلغاء صحة التوقيع سواء كان عقود ابتدائية أو عقود تم إصدار حكم مسبق لها، حيث أنه لا يتم الاعتراف سوى بالعقود النهائية المسجلة بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتم تطبيق أي مرافق سوى بوجود العقد النهائي المسجل. وسوف يتم تطبيق هذا القانون من إمتى؟ بدءا من 4 مارس القادم. يعني كده تم انتهاء التعامل بصحة التوقيع نهائيا، ومش هيتم الاعتراف إلا بالعقود النهائية. الناس اللي مش عارفة صحة التوقيع، صحة التوقيع ده عبارة عن حكم محكمة بتاخده بأنه توقيع الشخص اللي وقع لك على العقد ده هو توقيع صحيح، ولكن مش معناه ملكية الشيء أو إثبات ملكية للشخص، بل بينصب الأمر كله على التوقيع، هل هو التوقيع صحيح من الشخص ديتي ولا غير صحيح. ده كل أهمية القانون صحة التوقيع، وكان بيتم من خلاله توصيل مرافق مية وكهرباء وغيره. حاليا تم إلغاء الكلام ده، ومش هيتم إلا بوجود العقود النهائية، والكلام ده هيتم تطبيقه بداية من 4 مارس القادم، من شهر مارس القادم. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف إيه التفاصيل وإيه هو موقف المباني او موقف العقود اللي تم عليها التوقيع عليها صحة التوقيع. تكملة لقانون الشهر العقاري الجديد فيما يخص إلغاء صحة التوقيع للعقود الابتدائية، فإذا تم شراء أي عقار بعد تاريخ تنفيذ القانون أي بدءا من 4 مارس المقبل، لن يتم قبول إجراءات إدخال المرافق من الكهرباء ومياه وغاز وتليفون الأرضي أو نقل ملكيتها إلا بعد التسجيل النهائي للعقار وعقد البيع بالشهر العقاري، فلن يتم الأخذ بصحة ونفاذ البيع إلا بعد تسجيله. وفي حالة العقارات التي تم شراؤها والعقود التي تمت قبل تاريخ 4 مارس 2021 إيه الحل فيها؟ فلن يتم أيضا العمل بهذه العقود إلا بعد أن يتم تسجيلها بالشهر العقاري. يعني أحبابنا الكرام كده صحة التوقيع بعد 4 مارس، سواء كنت أخذتها بعد 4 مارس أو قبل 4 مارس، هيتم إلغاء التعامل معها نهائيا. طب أنا معي قطعة أرض عبارة عن ورث أو موروثة وكان في توقيع ومتاخد عليها صحة التوقيع، إيه الموقف بتاعي أو إيه موقفي أنا؟ أعمل إيه بالظبط أو إيه التصرف الصحيح؟ تعالوا نتعرف مع بعض. نقول موقف الأراضي والعقارات الموروثة من قانون إلغاء صحة التوقيع تكملة لهذا القانون حول العقود والعقارات. ففي حالة العقارات والوحدات السكنية وتسلسل ملكيتها، فيتم رفع رفع دعوة صحة ونفاذ من قبل صاحبها. طبعا احنا عارفين ان الصحة والنفاذ غير صحة التوقيع، صحة التوقيع امر بينصب على التوقيع، اما الصحة والنفاذ فبيتم على انه تم تنفيذ الحكم وتم تسليمه لمين؟ لصاحبه، سواء كان المشتري او اللي هو الطرف الثاني. وفي حالة العقارات الموروثة فلن يتم الاخذ باعلام الوراثة فقط، ولكن يجب اشهار حق الورث. وسوف يطبق هذا القانون ايضا على الاراضي، فلن يتم تطبيق تراخيص للاراضي الغير مسجلة بالشهر العقاري حتى يتم تسجيلها، ولذلك فيجب اخذ الحذر عند شراء اي عقار مخالف حتى لا نواجه صعوبة في تسجيل العقود بالشهر العقاري. يعني مش بس العقارات اللي هو عبارة عن مباني، ولكن ايضا حتى الاراضي لن يتم الاخذ بصحة التوقيع في الشهر العقاري، فعشان كده لازم نكون على حذر عند شراء اي قطعة لو كان عليها اي مخالفات.
حيث أحباب الكرام حيتم الاعتراف الأخذ بملكية العقار فور وجود عقود مسجلة له بالشهر العقاري، ولن يتم إدخال أي مرفقات من كهرباء ومياه وغاز إلا عند وجود العقود الصحيحة. وده أحبابنا الكرام القانون اللي هو تم إصداره، قانون رقم 186 لسنة 2020، رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر تنظيم الشهر العقاري. ممكن توقف الفيديو وتقرأ فيه براحتك لو انت حبيت تطلع عليه. وبكده احبابنا الكرام نكون احنا انهينا الفيديو بتاعنا. لو في اي استفسار اي تعليق اكتبه لنا في تعليق واحنا بعون الله هنرد عليه. الى ان نلتقي بكم في فيديو اخر، لكم منا اجمل وارق الامنيات والتحيات، دمتم في امان الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.